كما كتشوفوا المشاهدين معنا اليوم غادي نحضر هذا الزعلوك. هذا بالدنجال، الدنجال كنقطعو على هذه الطريقه هذه كما كتشوفوا هنا. هذا الزعلوك هذا كثرت ما هو سهل في الطياب ديالو، ماشي صعيب ولكن كيجي رائع. ملي كنقطعوه كنديروه حدانا في الماء بحال هكا باش يطلق داك الحموريه ديالو، ديك المروريه ديالو. وهاد الماء راه مملح، ديروا هاد الطريقه هذه ملي تكونوا تقطعوا الدنجال وتلوحوه في الماء والملح من كثرة ما نتوما كتخدموه بحال هكا هو كيطلق داك الماء والملحه، كيجيكم هذيك المروره ديالو كيطلقها في ديك الملحه وكيجيكم زوين. ومن بعد غادي نصفيه من داك الماء والملحه وعاد نطيبوه. ساهل وبسيط، ما فيش بزاف ديال المكونات وما غنديروا فيه لا ما لا والو غير هاد المكونات اللي كتشوفوا قدامي والعطريه. وراه كيكون بزاف وملي كيطيب كيقلال الدنجال. صافي دابا قطعنا الدنجال ديالنا كامل، غنخليه حدانا في الماء باش يطلق في الماء والملح، عفوا باش يطلق ديك الحموريه ديالو وديك المروريه ديالو. عاد نصفيه ودابا غنخليه حدايا وغادي ندوز غادي ندير معاه جوج فصوص ديال الثوم ومطيشه والقزبر، غادي نسحقهم مزيان بحال هكا. نطحنو حتى هادو طويسات ديال التومة وحتى مطيشة. وبالنسبة للطياب ديالو راه مكياخدش لك وقت بزاف، حنا عارفين الدنجال راه دغيا كيطيب. بغيتي طيبيه تسدي عليه في الكوكوط راه غير تحرق، من الاحسن طيبيه في الكوكوط وتبقى محلوله وتبقى انت تحركي. دابا هادو هما المكونات اللي غادي نضيف معاه. دابا غادي ندوز باش نصفي هاد من هاد الماء والملحه باش نضيف عليه العطريه ونديه يطيب. نضيف هاد المكونات ودابا كنبدا ندير العطريه ديالي. كندير مليحه، كندير سكينجبير، الى عندكم هاديك ضامة البنة هي استعملوها. كنضيف شويه ديال الخرقوم وشويه ديال التحميره. وبالنسبه للكمون راه كيجي زوين معاه ولكن من الاحسن ما تضيفوه حتى الاخير باش ما يطلقش لكم المروره. وغادي نضيف زيت الزيتون وغادي نديه دابا يطيب وتشوفوا الشكل النهائي في الاخير.